نور الصين يضيء في إكسبو 2020 دبي من خلال جناحها الذي سيتيح لملايين الزوار الاحتفاء بابتكارات الصين التي كان لها وقع كبير على العالم، مثل الورق والطباعة بالحروف المتنقلة والبوصلة والبارود. كما سيسلط الجناح الضوء على التكنولوجيا الجديدة التي سترسم معالم مستقبلنا. سيكون الجناح الممتد على مسافة 4600 متر مربع واحداً من العلامات المضيئة في الحدث العالمي، وعلامة على النمو المستمر في العلاقة بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة. So the theme of the China Pavilion is well aligned with the theme of the Dubai Expo. سعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. Integrating global focus on innovation and opportunity, communication and cooperation, development and sustainability, we aim to bring development opportunities and unleash cooperation potential for countries along the Belt and Road Initiative. The theme reflects China's proposal to promote global common development and build a community of shared future for mankind, as well as some core ideas to foster partnership oriented to the 21st century, created synergy for the national community, and promote global collaborations to build a better future. يعود تاريخ المشاركات الصينية بإكسبو للعام 1873، حيث أرسلت حكومة تشينغ وفداً رسمياً إلى إكسبو فيينا في النمسا للمشاركة. وفي عام 1876 شارك ممثل الجمارك الصينية لي غوي في إكسبو فيلادلفيا. بعدها شاركت حكومة أسرة تشينغ والتجار الصينيون في العديد من المعارض العالمية على مدى 31 سنة التالية، بما في ذلك معرض باريس في عامي 1878 و1900، ومعرض نيو أورلاينز في عام 1885، ومعرض أوساكا العالمي في العام 1903. وفي الفترة الممتدة من العام 1982 حتى عام 2005 شاركت الصين في 14 معرضاً عالمياً، وحظي الجناح الصيني بأفضل جناح أجنبي في إكسبو بريسبان العالمي في عام 1988 وإكسبو أشبيلية العالمي في عام 1992. ففي العام 2010 أقيم معرض إكسبو العالمي 41 في مدينة شانغهاي تحت عنوان مدينة أفضل لحياة أفضل. So according to our past experience, the China Pavilion is usually one of the most popular World Expo pavilions among history. So under normal circumstances, the China Pavilion of Dubai Expo is expected to receive about 2 to 3 million visitors. يأتي تصميم الجناح الصيني الضخم في إكسبو 2020 دبي على هيئة فانوس، والذي يعد رمزاً راسخاً في الثقافة الصينية على مدى 5000 سنة الماضية. ويحيط أيضاً بالجناح فوانيس تقليدية مشكلة لوحة رائعة تعكس البريق والنور. كما يرمز الجناح الصيني الذي يقع في منطقة الفرص إلى الفرص التي سيضمها هذا الجناح، ويعبر عنها من خلال الثقافة الصينية وتاريخ الصين الطويل. هذا الجناح
سيجمع ما بين عناصر ثقافية تقليدية للصين والتكنولوجيا الحديثة أيضا. من تاريخ ممتد وحافل من المشاركات والتنظيم، تعكس الصين الوجه الحضاري لها عبر جناحها المشارك في إكسبو 2020 دبي، والذي يضم أجندة حافلة بالنشاطات والفعاليات والعروض. تتزامن احتفالات الصين بعام النمر، مسلطا الضوء على ابتكارات عديدة، منها ما يسخر للكشف عن أشكال الحياة خارج الكوكب، ومنها ما يعزز الترابط بين طرق التجارة العالمية، حيث سيعرض الجناح للمرة الأولى سكاي آي إف سات وقمر بايدو الصناعي وتقنية الاتصال من الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما سيتم الكشف أيضا عن محاكاة القطار فائق السرعة والسيارات الذكية. The China Pavilion uses a popular and easy to understand language to present China's science and technology contributions to the world in the context of the World Expo, as well as the aspirations to share its development outcomes. The exhibitions focus on China's achievements in information technology, modern transportation, artificial intelligence, smart life, space exploration is central, demonstrating China's beautiful visions and remitting efforts to build a community with a shared future for mankind, together with other countries in the world. وسيركز تصميم الجناح الذي أطلق عليه اسم نور الصين على ثلاث مزايا رئيسية فريدة. الأولى الابتكار في الموضوع، أما الميزة الثانية فهي الابتكار في التصميم المعماري، والميزة الثالثة هي الابتكار في طريقة العرض، عاكساً مساعي الصين لتنشيط مبادرة الحزام والطريق والإنجازات التي حققتها في مجالات العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. The China Pavilion architecture follows a principle of integrating Chinese and Western designs with the Chinese as the mainstay, combining ancient and modern touches. The exterior is decorated with traditional Chinese lattice windows, an exquisite traditional craftsmanship that symbolizes auspiciousness, prosperity, and serenity, while offering a unique aesthetic perspective. The inner layer is a matrix of movable printing types, read by daylight and digitally programmed into a spectacular light show at night. الصين صاحبة التفوق والتميز في المجالات قاطبة، تطل علينا من نافذة إكسبو 2020 دبي، تجعلنا نتشوق، نترقب وننتظر ما سيكون عليه الإبداع الصيني في هذا المحفل العالمي.